أرسل إعزام المشاهدين ضابط إعزام معكم كرة الشرطة والأمن في حلقة جريمة في الشارع، ومعنا الآن من مدينة شيكاغو المتهم هذا أو المشتبه فيه أطلق النار على أشخاص. اللبس والمعلومات موجودة في الشرح في الفيديو، كذلك رقم القضية ورقم تليفون واسم المحقق اللي باشر في تحقيق في هذه القضية. يا ريت اللي عنده أي معلومات من سكان شيكاغو يا ريت يدلي بها أو يتواصل مع المحقق على أساس أنه يعني نقبض عليه. بنشوف انه هذا المعتدي هجم بالسلاح، اشهر سلاحه بدا باطلاق النار وعلى سياره اطلق، واللي صار انه مثل ما احنا شايفين كسر الزجاج منها. بيستمر بالركض هذا المعتدي، وهي صوره له واوضح شوي، ثم يرجع الى المكان اللي هرب منه او اللي ركض منه بالبدايه. بنشوف انه السلاح ما زال في ايده، أما ما احنا شايفين رجع إلى المكان اللي خرج منه في بداية الفيديو وبيحاول إنه يهرب. فاللي بيعمله إنه بيحاول إنه يرمي الحاجات اللي معه على الجهة الثانية من السياج على أساس إنه يتناوله لما ينزل، والآن وقع السلاح منه وتناوله. ففي نهاية الموضوع بيهرب إلى يعني داخل بناية، بيدخل ولا كأنه هاي في أي حاجة، ومعلومات المحقق موجودة هنا على الشاشة. إذا بتحب إنه اسمك ما يكون وارد يعني في التقرير ممكن هذا الشيء. يعطيك العافية وبالله على الصحة المتانة والأطفال.